جابت له عربية تمنها أكتر من 10 مليون جنيه، وادته الإقامة الذهبية في الإمارات لمدة 10 سنين، وخلته يعمل عمليتين تجميل في وشه. الكل مستغرب من التغير المفاجئ في حياة عمر كمال، وقالوا ما يعملش كل ده وياخد الإقامة الذهبية إلا لو متجوز سارية إماراتية. فيا ترى إيه حقيقة جوازه من سارية إماراتية، وإزاي في وقت قليل بقى عنده كل ده؟ الموضوع في إن فتعال نعرف التفاصيل. الساعات اللي فاتت الجمهور اتفاجئ ان عمر كمال نشر صورته انه حصل على الإقامة الذهبية، وكانت الفرحة مش سايعاه، وعلق وقال شكرا لبلدي التاني دولة الإمارات العربية الحبيبة على منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات عن فئة المبدعين. ورغم ان مطربين ومشاهير كتير حصلوا على الإقامة الذهبية في الفترة الأخيرة وانه مش الأول ولا الأخير، ولكن هو كان له الحظ ان الدنيا تقوم عليه. الحقيقة الجمهور ما عملش كده من باب للطاق، ولكن الكل شك انه اكيد متجوز سارية إماراتية مش بسبب الإقامة الذهبية بس، ولكن بسبب التغير المفاجئ اللي حصل له في حياته. عمر كمال من فترة كده نشر صورة ليه مع عربيته المرسيدس الجي كلاس سعرها اكتر من 10 مليون جنيه، وقال اما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله اخيرا جت. الغريب فيها انها مش مجرد عربية غالية بس، لا، رقمها رقم 1 وبنفس حروف اسمه. ده غير انه يقال ان بقى عنده فيلا في الساحل، وغير شكله زي ما طلبت منه وعمل عمليتين تجميل في وشه وزرع دقن. ده غير انها حطت له 10 مليون درهم اماراتي في حسابه كمان. الجمهور بقى ربط كل التغير المفاجئ ده بشائعة كانت انتشرت من فترة انه اتجوز اماراتية، ولكن لا هو اثبت ده ولا نفى، ورجع الموضوع يتفتح تاني. وباللي عنده ده هو بيؤكد بطريقة غير مباشرة جوازه من إماراتية. حمو بيكا بقى بكل تلقائية في مرة قال له يا عم ده انت معاك أكتر من 30 مليون جنيه، يا ريتك بتتمتع بيهم، هتسيب الفلوس دي لمين؟ لكن عمر خمس في وشه وقال له الله أكبر يا عم، في إيه يا بيكا؟ إحنا سنتين ثلاثة نجومية لسه ما عملناش حاجة. حمو بيكا وكأنه بيضرب أسفين على الماشي، علشان اللي كان بينه وبين ندى الكامل وقتها قال لعمر انت بخيل ولا بتصرف الفلوس اللي عمال تلمها ولا راضي تتجوز عشان محدش يجي يقسمك في الملايين دي كلها، فك الكيس شوية يا عمر. وده رغم انه لسه سنه صغير، فازاي يقدر يعمل كل ده في بداية حياته؟ رغم ان المهرجانات والسوشيال ميديا بتكسب بس مش بسرعة كده، ومش بغمضة عين تبقى مليونير. هو شايف نفسه مليونير. وفي لقاء من لقاءاته المذيعة سألت عمر كمال اذا كان مليونير ولا لأ، رد عمر كمال وقتها كان غير متوقع، وقال لها هو المليونير عندكو بيبدأ من كام؟ قالت له بيبدأ من 1,000,000. فرد عليها وقال لها يبقى أنا مليونير. وعن حكاية جواز عمر في لقاء لي قال جوازي من سيدة أعمال إشاعة، واللي بيقول إني متزوج يثبت، واللي عملته في وشي كان لسبب طبي مش جواز. مش بس كده، ده قال كمان إن في شائعات بيتعرض لها بتؤذي نفسيا، ومفيش حاجة تجبره إنه يتكلم عن حياته الشخصية أو ارتباطه. وكان من ضمن الشائعات دي هو انه ليه في الممنوعات وبيشرب مشروبات روحية، ولكن هو نفى ده كمان وقال انا مش بشرب ولا صاحب مزاج وما بين ناس كويسة وناس وحشة، واكد انه باع العربية البنتلي اللي جابتها له هدية قبل كده، وده كان وقت الشائعات اللي اتقالت انه مرتبط بندى الكامل طليقة الفنان احمد الفيشاوي بسبب ظهورهم الجريء في فيديوهات كتيرة. ولكن مع الوقت اتضح انها كانت تصرفات منهم لإثارة الجدل، وندى سابته واتجوزت غيره، ويمكن ده اللي يؤكد انه علشان كده هو اتجوز من سارية إماراتية. لكن لا عمر اكد ده ولا نفى، فيا ترى بقى هيفاجئ الجمهور الفتره اللي جايه بظهوره مع إماراتية كحقيقه ولا لإثارة الجدل، وكأنه بياخد الجمهور على قد عقله.